آخر سؤال محمد، احنا طبعا حق متابعين اللي هم يودون البدء في مجال الموسيقى والتلحين، شنو تنصحهم؟ شنو تقول لهم وين يبتدون، أو شنو طرق وأماكن الحصول على المعلومات اللي ممكن أنها تساعدهم في تنمية هذه الموهبة؟ وين ممكن أن هو هاي الناس يبتدون الحين؟ هو أولا يعني أنا ما بقدر أقول نصيحة بالمعنى يعني التقني، لأن أنا ما أحب النصايح يمكن، بس في اعتقادي أن التحدي الأكبر أنه هو يكون في ثقة بالمشروع. لازم يكون هو صايغ صورة ثابتة وواضحة بالنسبة له هو وين يبي يكون في الموسيقى، لأن كثير من الشباب عنده مواهب كثيرة حوالين الموسيقى، بس يوزعها عليهم كلهم، فما يصير عنده نقطة قوة مالته. يعني يبي يصير موسيقي لموسيقى السينما، خلاص خلي ركز عليه. Yes. يقدر يسوي براء أعمال مستقلة، لكن هذه مين ديوتي حقه خلينا. يعني. لأن كل واحد من هالأشياء يمكن بحر بروحه يعني. بالضبط. علشان يكون هذه طبعاً إلى جانب العازفين بعد نفس الشيء، التشتيت في الآلات الكثيرة، هو ممكن يعزف أكثر من آلة، بس لازم تكون عنده آلة مين الوسط الموسيقي يعرف بها، علشان يقدر يفرض نفسه ويفرض التكنيك ماله، علشان ما تكون عز يعني نغمات باهتة وعادية خلينا يعني. صح. ما أنا أعزف عود، لكن لما يبغى أسوي طرفة يبت حسن حداد يعزف العود، لأن حسن صح. أقرب للآلة مني. صح. فبالنسبة للتأليف أتمنى أن يبتدون يعني الشباب يتحدون الأفكار الموجودة، يتحدون المواضيع الموجودة، لأن ترى بالنسبة لي الموسيقى حقل وايد رمزي. صح. ومبهم، عندك مجال لأن أنت تأول نغماتك قد ما تأوي، ما في كلمات تحدك ولا بحور للشعر ولا شيء، هذه آلتك وأنت اشتغل. الفكرة أن أنت شلون بتناقش الموضوع اللي تبيه. أتمنى يقطون نفسهم في تجارب دائما جديدة، دائما أنا مؤمن بتقاطع الفنون، يمكن ومو شرط يكونون هم نفس الشيء، بس تقاطع الفنون يثري الفنون كلها، يثري الجهتين. يعني أنا اشتغلت ويا نحاتين في مشاريع، يعني اشتغلت ويا فوتوغرافرز مشاريع، ما تتخيل إيش قد تكتشف داخلك لما أنت تطالع صورة وتبي تطلع منها موسيقى، شيء وايد جميل وساحر يعني. وبعدين المعرفة من كل صوب، قلنا الأكاديمية هذه حق اللي يبي يدرس موسيقى، بس اللي يبي يمارس الموسيقى الدروس موجودة في الفضاء الكوني هذه العنكبوتي، ما يخلص. وما كتب عن الموسيقى من الخمسينات ما زال أكتف لليوم، إذا قريته بتكتشف أن ذي مكتوب الشهر اللي طاف. صح. ما زال يثري ويساعد ويفتح المخيلة للتأليف، ما تغير شيء يعني، الكونسبت هي موجودة من يس. عشرات السنين يعني. بالضبط. التقنية تغيرت، بس بالضبط. طرق التعبير، طرق التفكير نفسها، المشاعر نفسها، البحث داخل الإنسان هاي نفسها. صح. يعني أعتقد المعرفة في كل مكان ممكن تتعلم.